أطلقت وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم الدامج 2020-2030، ووقع وثيقة مبادئ حول الالتزام بتنفيذ هذه الاستراتيجية. والاستراتيجية أيضا تأتي إنفاذا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يلزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإعداد خطة وطنية شاملة يتم تنفيذها على مدار 10 سنوات تعالج مشكلة الحق في التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأهيل الكوادر التعليمية العاملة وموائمة المناهج بأشكال ميسرة وتهيئة مباني ومرافق المدارس. الأرقام الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية تشير إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ممن هم في سن التعليم لا يتجاوز 27,000 من إجمالي الأطفال ذوي الإعاقة في سن التعليم المقدر ب 335,000، مما يعني أن حوالي 92% من الأطفال ذوي الإعاقة في سن التعليم هم خارج المؤسسات التعليمية بشكل كلي. نحن نطلق الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج التي تستهدف الطلبة ذوي الإعاقة ليتسنى لهم ممارسة حقهم في التعلم مع نظرائهم من غير ذوي الإعاقة في بيئة تعليمية دامجة ومهيئة وخالية من العوائق البيئية والحواجز السلوكية، بما يمكنهم من التعلم بصورة متكافئة مع الطلبة الآخرين.